مساء الخير وتحية لكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي فيوتشر سبورتس بترافق بتقديمها أنا والزميل عباس حسن. مساء الخير عباس. مساء الخير لك محمود، وطبعا مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل. اليوم أخبارنا منوعة، ولكن اللي طاغي عليها هو الدولي تحديدا. مثل ما بيعرفوا العالم صار وصلنا إلى الإياب الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم محمود. صحيح. شيء على كل حال رح نبدأ بموضوع من عندك كان عم يصير ببيروت، ولافت بس قبل ما نبلش في هذا الخبر محمود انه بيروت رجعت، صار فيك تنزل على بيروت وحتى صيدا وكل لبنان. صرنا عم نشوف ناس، صرنا عم نشوف هذا الشيء بينعكس على الرياضه يلي عم نشوف فيها نشاطات ما كنا نشوفها قبل بهالفتره العصيبه اللي مرقت. بالفعل عباس، لبنان كان حاضر امبارح بمناسبه اليوم الدولي للرياضه من اجل التنميه والسلام اللي بتحتفل فيه الامم المتحده لاول مره هالسنه، حيث نظم مركز الامم المتحده للاعلام ببيروت بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للدراجات ونادي بيروت باي بايك ومنتدى التنميه والثقافه والحوار، نظموا نشاط رياضي بوسط العاصمه تحت اشراف اللجنه الاولمبيه اللبنانيه. النشاط اللي جرى تحت عنوان درجها للسلام شارك فيه المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان ديريك بلامبلي وممثلي اللجنة الأولمبية اللبنانية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والرياضية، وبيهدف النشاط للاحتفال بالرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية والسلام، وذلك عبر التفاعل بين كافة شرائح المجتمع والتلاقي بأجواء من الفرح والإيجابية. بس لمين العام يعني هيدلي ببيان اليوم يعني في نيويورك عشان هذا اليوم الأول يعني العالمي للرياضة في صالح السلام والتنمية، يعني هذه هي يعني رسالة الأمم المتحدة، قرار الجمعية الأممية عشان يعني نحب نشجع ممارسة الرياضة عموما، وطبعا ما فيش احسن من ركوب الدراجات، يعني كويسه للصحه، يعني كويسه للبيئه، وكلنا مع بعض كويسه للمصالحه للسلام للتفاهم، يعني هذه هي الفكره. هالنهار هو نهار عالمي اقرته اللجنه الاولمبيه الدوليه والامم المتحده السنه الماضيه. نحن اليوم عاملين هالنشاط لأنه هو نشاط بيرمز للسلام، ومثل ما كنا نحن أحد الماضي بطرابلس عاملين نشاط عم نشرف على بايكاتون طرابلس اللي كانت باسم تحت شعار مدينة طرابلس مدينة السلام. اليوم نحن ببيروت ونحن حابين نقول أنه كل مدن اللبنانية مدن السلام، كاتحاد دراجات بدنا نشرف على كل نشاط رياضي دراجات، ومثل ما قلنا كل الجمعيات اليوم مشاركة معنا بتعاون مع الأمم المتحدة، وأكيد مثل ما شايفين في الدرك كمان موجودين معنا والجمعيات الأهلية والناس كلها حابين يقولوا على الدراجة أنه بيروت مدينة السلام، ما بقى بدنا تفجيرات، بدنا بس سلام. يعني مشاركين بهدف أرجين أنه إحنا عيد وحدة ومن السلام، بنحب نشارك بالنشاطات كلها. حبيت شارك أنا لأني بحب هاي الشغلة وتحقيق السلام بس. اليوم عم نشارك نحن حتى نوصل رسالة للعالم كله أنه هالبلد بعده بألف خير، وأنه السلام عم بعم، واليوم يمكن شيء بسيط اللي عم نقدمه بس هو بالمعنى كتير كبير، جايين حتى نثبت فعلا أنه هالبلد بحاجة لهيك أنشطة، بحاجة للسلام بشكل عام. لبنان حلو، عم نشارك من شان السلام. نحن من فريق اليوآن بدنا نشارك احساب السلام بلبنان.
بكأس السلام، بكأس السلام نسبة للسلام بلبنان، بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النجمي والصفا رح يلعبوا الأربعة، وبها الطريقة هاي بيت الرأس الأردني بيستضيف الصفا، بينما النجمي اللبناني فبيلتقي مع الكويت الكويتي. ذات الرأس الأردني والصفا، الصفا تأهل تلقائيا لأنه قبل هذه المباراة كان عنده بده نقطة بس ونجح أن يفوز بعمان، بينما النجمي يحتل المركز الثاني ويسعى لكي يفوز على الكويت الكويتي لكي يسعى أو يعني يتأهل إلى الدور الثاني. الأسبوع الـ 18 من بطولة لبنان لكرة القدم ينطلق يوم الجمعة بلقاء المبرة والسلام صغرتها، مباراة كثير مهمة خاصة لفريق المبرة الساعة 3:30 بتوقيت بيروت، الاجتماعي وطرابلس أيضا، هذه مباراة كثير 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 مهمة مش بس لطرابلس، هي المهم أهميتها للاجتماعي صاحب المركز الأخير بطرابلس، حتصير على الملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي الساعة 3:30. السبت الراسينج بيلعبوا مع شباب الساحل، مباراة مهمة نوعا ما للراسينج بصراعه على اللقب على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بسادة الساعة 3:30. أما الإخاء الأهلي عليفة بيقابلوا التضامن صور، وهذه مباراة للتضامن صور كتير مهمة على ملعب الصفا 3:30. تستكمل المرحلة بمباراة النجمي والعهد نهار الأحد على ملعب مدينة كمية شابون الرياضية الساعة 3:30، لقاء قمة بكل المعايير والمقاييس. أما الأنصار والصفا فهو مباراة مهمة جدا بغض النظر عن ترتيب الفريقين، بيلعبوا الساعة 3 نهار الاثنين على ملعب بيروت البلدية. رح نبقى مع الفوتبول، إنما بدنا نروح لقطر مطرح ما تعرضت أمال فريق الريان بالبقاء بدوري النجوم القطري لكرة القدم. تعرضت لضربة قوية بعد خسارته بهدف دون مقابل على يد فريق الجيش. الريان هالفريق العريق اللي كان بيحتل المركز قبل الأخير قبل هالمباراة سنحت له فرصة جيدة للتسجيل بالدقيقة 44، لكن الأرجنتيني أوسكار غونزاليس أهدر الفرصة. من بعدها الفرنسي إيكوكو رح يقضي على أمال الريان بتسجيل هدف الفوز للجيش بالدقيقة 67. وهون عباس عم نتابع أحداث مباراة تانية بين الخريطيات والخور، وأن المباراة انتهت بالتعادل من دون أهداف. بدي أذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا دايما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، وأيضا لمتابعة آخر الأخبار الرياضية عبر موقعنا على www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا كل حلقات فيوتشر سبورتس على الموقع www.futuretvnetwork.com. بريك أول وبنرجع للمتابعة. عودة إلى متابعة أخبار رياضة وفيوتشر سبورتس مع دوري أبطال أوروبا للفوتبول وإياب الدور ربع النهائي. مواجهات نارية منتظرة بين كبار القارة العجوز، تفاصيلها بهالتقرير. أخطأ من كان يتوقع أن حامل اللقب بايرن ميونخ سينتزع فوز مريح أمام مانشستر يونايتد، كما هو الحال لأتلتيكو مدريد الذي عاد من كامب نو بأفضلية هدف خارج الديار بعد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بذهاب الدور الربع النهائي. رغم الأوقات الصعبة اللي بيعيشها مؤخرا في البريمير ليج، أظهر مانشستر يونايتد صمود مميز في أولد ترافورد. باستيان شفاينشتايجر عدى النتيجة بعد هدف كين أحرزه فيديتش لصالح الشياطين الحمر ليمكن البايرن من تحقيق أفضلية قبل مواجهة الإياب. وبالجانب الآخر تعد هذه المرة الرابعة على التوالي في الموسم الحالي اللي بيتعادل فيها كل من أتلتيكو وبرشلونة، ونتيجة التعادل خارج الديار لقت استحسان مدربي بايرن ميونخ وأتلتيكو. بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونخ اللي قال سوف نفصل في الأمر في ميونخ، لكنني جد سعيد بمردودنا بنسبة 70%، بحيث كانت لنا 15 محاولة للتهديف لم يكن اللعب أمر سهل. أما دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو فقال أنا جد سعيد بعد كل هذا العمل الكبير وبكوني وراء فريق يضم لاعبين بقلوب كبيرة، فمهما كانت النتيجة ورغم المنح الذي اتخذته المباراة في الشوط الثاني إلا أنني جدا فخور كمدرب، وأتوقع أن يفكر كل مناصر لأتلتيكو بنفس الطريقة. باريس سان جيرمان بفضل تشكيلته الطموحة تفوق بثلاث أهداف لواحد على تشكيلة مورينيو في حديقة الأمراء ليوقع أفضلية من ذهب تحسبا لجولة الإياب. أهداف البي اس جي من توقيع لافيتسي ديفيد لويز وضد مرمي وباستوري. رغم الهزيمة إلا أنه تشيلسي قد يفصل في تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي، خاصة وأنه عاد بهدف خارج الديار من توقيع إيدن هازار. خوسيه مورينيو مدرب تشيلسي يقول المباراة كانت تحت السيطرة، كانت لنا فرصة التقدم بهدفين لواحد في نهاية الشوط الأول، من الواضح أنها نتيجة رائعة لو تحققت. في الشوط الثاني لم نسجل أهداف، بل عكس ذلك سجلنا ضد مرمينا وبعد إجا الهدف الثالث وهي نكتة.
المرشح الأكبر لنيل اللقب ريال مدريد ثأر لنفسه أمام الخصم يلي أقصى السنة الماضية في الدور نصف النهائي بروسيا دورتموند الألماني واللي حرم النادي الملكي من نهائي النسخة الأخيرة. الريال سحق ضيفه بثلاثية نظيفة من إحراز جارث بيل، إسكو وكريستيانو رونالدو، لا يوضع بذلك قدم في المربع الذهبي. الآن ستتجه الأنظار نحو سينيال إيدونا بارك حيث تجري مباراة الإياب يوم الثلاثة في دورتموند. يعتقد الكثير أنه من المستحيل أن تتمكن تشكيلة يورغن كلوب من تكرار سيناريو الموسم الماضي بفوزها بأربع أهداف لواحد. أنهى فريق أوكسبورغ رصيد بايرن ميونخ الخالي من الهزائم واللي تواصل ل 53 مباراة عندما تغلب عليه ببطولة الدوري الألماني للفوتبول بهدف وحيد إجا بالدقيقة 31 عبر اللاعب ساسكا مولدرز، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق البافاري اللي حسم لقب البوندسليغا لهالموسم كانت بشهر تشرين أول أكتوبر عام 2012. بالمقابل فريق بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني كان عم يتغلب بمنافسات الجولة ذاتها على ضيفه فولسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد. بعد ما تقدم الضيوف عن طريق إيفيكا أوليتش تمكن دورتموند من تسجيل هدفين بواسطة روبرت ليفاندوفسكي وماركو ريوس على التوالي. وفي مباراة تانية الوقت عم نشوف فيه الأهداف أهداف المباراة السابقة، وفي مباراة جمعة فريقين مهددين بالهبوط للدرجة الثانية تغلب شتوتغارت على فرايبورغ بنتيجة 2-0. بالدوري الألماني أيضا عباس، وبواحدة من مباريات الصراع على البقاء بالدرجة الأولى بين فرق المراكز المتأخرة تغلب فريق أنتراخت براونشفايغ على ضيفه هانوفر. براونشفايغ تمكن من هز شباك خصمه ثلاث مرات عبر دومي كومبيلا، هافارد نيلسون ويان هوتشيد على التوالي، وعلى الرغم من فوزه ما زال براونشفايغ بالمركز 18 والأخير بالترتيب العام، إنما نجح برفع رصيده ل 25 نقطة وتقليص الفارق بالتالي مع هانوفر صاحب المركز 13 لأربع نقاط قبل خمس جولات من نهاية البطولة اللي حسم لأبا بايرن ميونخ بوقت سابق. بترتيب الفرق إذن بايرن ميونخ المتوج باللقب 78 نقطة بالمركز الأول، بروسيا دورتموند بعيد عن البايرن ب 20 نقطة بالمركز الثاني، شالكي بالمرتبة الثالثة مع 55 نقطة، بروسيا مونشنغلادباخ رابع 48، وبذات الرصيد عم يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس وفولسبورغ بالمركز السادس مع 47 نقطة. إلى إسبانيا وفريق برشلونة اللي عم يواصل ملاحقته لأتلتيكو مدريد المتصدر. برشلونة تمكن من إضافة 3 نقاط إلى رصيده بعد فوزه بمنافسات الأسبوع 32 على فريق ريال بيتيس في المباراة اللي أقيمت بملعب الكامب نو. فريق بيتيس ما كان خصم أبدا سهل، وخصوصا في الشوط الثاني اللي هدد فيه مرمى الحارس بنيتو أكثر من مرة، لكن بالنهاية فريق برشلونة عرف كيف يكسب المباراة من خلال خبرة لاعبين ونجمه الأرجنتيني ميسي اللي سجل هدفين في هذا اللقاء. فريق ريال مدريد بدوره المتربص كان عم بيفك عقدة فريق ريال سوسيداد. طبعا ريال مدريد دايما كان يخسر أو يتعادل على أرض سوسيداد، هالمرة عم ينجح بالتغلب عليه 4-0 بمباراة عزف فيها الفريق الملكي سيمفونية كروية رائعة على الرغم من غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وبات من الواضح عباس مع كل مرة بغيب فيها رونالدو بيتألق النجم الويلزي جارث بيل اللي قدم مستوى مميز وسجل هدف وتناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى إيارا مندي وبيبي وموراتا. فريق أتلتيكو مدريد كان عم يحقق الفوز أيضا إنما بصعوبة وبهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه أتلتيكو بيلباو. الفريق الباسكي افتتح التسجيل بالدقيقة 6 عبر موينن، لكن أتلتيكو رد بهدفين، الأول عن طريق المتألق دييغو كوستا والثاني بواسطة كوكي. بترتيب فرق الصدارة بالدوري الإسباني 79 نقطة لأتلتيكو، برشا ب 78 وريال ب 76، وهي النقاط اللي عم تشوفوها قدامكم هي بتعكس مدى الاشتعال في الدوري الإسباني. أتلتيكو 56 في المركز الرابع، وإشبيليا خامس ب 53، ريال سوسيداد سادس ب 50 نقطة. صوت أعضاء نادي برشلونة الإسباني بأغلبية كبيرة لصالح مشروع تجديد ملعب الكامب نو. أكثر من 72% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء كانوا مع عملية التجديد، علما أنه نسبة المشاركة كانت ضعيفة وبلغت 31.65% فقط. وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني أنه إدارة البرسا حصلت بنتيجة هالاستفتاء على ضوء أخضر لبدء تنفيذ المشروع اللي رح يتم على مراحل ما بين عامي 2017 و2021،
يتوقع تعديل اسم الملعب ليصار إلى إضافة اسم الشركة اللي رح تستثمر فيه بقيمة 150 مليون يورو. استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه خارج أرضه بصعوبة على ويست هام يونايتد بالجولة 33 بهدفين مقابل هدف واحد. ليفربول ابتعد بفارق نقطتين عن تشيلسي الثاني وأربع نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي اللي لعب مبارتين أقل. وبيت أرسنال مهدد بخسارة المركز الرابع بعد خسارته من أقرب منافسينه فريق أفرتون 3-0. ومش بس هو المهدد، أصبح أرسن فينجر أيضا مهدد بالرحيل والإفلاس بعد ما وصفته بعض الصحف بأنه مفلس. اللافت بهالجولة كان تقدم مانشستر يونايتد للمركز السادس وإن بشكل مؤقت بعد فوزه الكبير على نيوكاسل 4-0، وكأنه المباراة أمام بايرن ميونخ أعطته دفعة معنوية. ليفربول في المركز الأول 74 نقطة، ويفرح المتتبعي أو محبي ليفربول يلي ما شايفينه بهالمركز من 1995. تشيلسي تاني 72، سيتي تالت ب 71، أرسنال رابع ب 64، إيفرتون خامس ب 63، ومانشستر يونايتد بالمركز السادس ب 57 نقطة. بالNBA استعاد سان أنطونيو سبيرز متصدر المنطقة الغربية الترتيب والترتيب العام، استعاد توازنه سريعا بفوزه على ممفيس غريزليز 112-92، وبهالفوز عز سان أنطونيو صدارته للترتيب العام للمنطقة الغربية بعد ما حقق انتصاره الستين ب 77 مباراة، لكنه خسر جهود نجمه الفرنسي توني باركر اللي اضطر لترك الملعب بالربع الأول بسبب إصابة. وبباقي أبرز نتائج المباريات، فوز ميامي هيت على ضيفه نيويورك نيكس 102-91، وهيوستن روكيتس على دنفر ناجتس 130-125، كما أصبح لوس أنجلوس كليبرز على بعد مباراة وحدة بس من أوكلاهوما سيتي بصراع على المركز الثاني بالمنطقة الغربية، وذلك بعد فوزه على لوس أنجلوس ليكرز 120-97، بينما عزز دالاس مافريكس مركزه السابع وأماله بالتالي بالتأهل للبلاي أوف عن المنطقة الغربية بفوزه على ساكرامنتو كينجز 93-91. بأخبار التنس، أحرزت الألمانية أندريا بيتكوفيتش أول لقب لها من 3 أعوام عندما توجت بطلة لدورة تشارلستون الأمريكية بفوز على السلوفاكية يانا سبيلوفا بمجموعتين من دور الرد بنتيجة 7-5 و6-2. اللقب هو الثالث لبيتكوفيتش في مسيرتها والأول منذ أن توجت لدورة ستراسبورغ الفرنسية عام 2011. أحرز البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس المركز الأول بسباق جائزة البحرين الكبرى لسيارات الفورميلا 1. هاملتون اللي انطلق من المركز الثاني نجح بتخطي زميله الألماني نيكو روزبرغ اللي كان بدأ السباق من المركز الأول ليتمكن للحفاظ على المقدمة وانتزاع لقب جائزة البحرين للمرة الأولى بمسيرته. وحل المكسيكي سيرخيو بيريس سائق فورس انديا مرسيدس بالمركز الثالث تلاه الأسترالي دانييل ريتشاردو على متن ريد بول رينو. أما بطل العالم الألماني سيباستيان فيتل فأنهى السباق بالمركز السادس أمام البرازيلي فيليبي ماسا، بينما حل الإسباني فرناندو ألونزو سائق فيراري وزميله الفنلندي كيمي رايكونن بالمركزين التاسع والعاشر على التوالي. يذكر أنه فريق مرسيدس فاز بجولات البطولة ثلاثة هالموسم بعد فوز روزبرغ بالجولة الأولى بأستراليا وهاملتون بجائزة ماليزيا الكبرى الأسبوع الماضي ليحقق الفريق أول ثلاثية لإله بعد حلول سائقي بالمركزين الأولين امبارح. تابع الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق الفولكس فاجن بولو بطل العالم تألق وانتزع المركز الأول في رالي البرتغال ضمن بطولة العالم للراليات.
في سيباستيان أوجيه بلقبه الثامن مع فولكسفاجن في بطولة الرالي العالمية بعد ما تألق امبارح الأحد في سباق رالي البرتغال. وكان حامل اللقب سجل أسرع وقت في المرحلة الأولى للسباق في شوارع لشبونة قبل ما يتألق امبارح بالمرحلة الثانية في الجارف. وكان الفنلندي ميكو هيرفونن تفوق على أوجيه نهار الجمعة، لكن تفوقه لم يدم طويلا واستعاد الأخير صدارته للترتيبات العامة السبت، وعلى هيك فاز بالمركز الأول أوجيه متفوقا على منافسينه ب 43 ثانية وجزئين من الثانية. كذلك فإن هذا الفوز يعني أنه فولكسفاجن تعادل مع سيتروان من عدد الانتصارات المسجلة على التوالي بثمان انتصارات. المركز الثاني كان من نصيب هيرفونن يلي تأخر عن أوجيه بثانيتين وأربع أجزاء من الثانية، في حين حل مادز أوتسبرغ ثالث واكتفى أندرياس ميكلسون بالمركز الرابع. شارع الشانزليزيه الشهير كان عم يشهد امبارح انطلاق سباق ماراثون باريس، يلي هو طبعا بيكون بهالمناسبه عم يضم عدد كتير كبير من محبي هالرياضات وارقام عم بتعود ايضا الى الصداره. انطلق سباق ماراثون باريس الشهير من منطقه الشانزليزيه الفاخره ليستقطب قرابه 42 ألف مشارك. ولعل ابرز المرشحين للفوز في السباق كان يعني العداء الاثيوبي كنيسا بيكلي يلي سبق له الفوز في سباقات ال 5000 وال 1000 متر والاولمبيه في بكين 2008، وكذلك سباق ال 10000 متر الاولمبي في اثينا 2004 قبل ما يتلقى اصابه ابعدته عن السباقات الكبرى في السنوات الاخيره. واحرز العداء اخر القابه في برلين خلال بطوله العالم 2009. وانطلق البطل الاولمبي سريعا ونافسوا على صداره العداء تاميرات تولا قبل ما يستسلم الاخير في اخر 3 كيلومترات، وفاز بكلي بالمركز الاول قاطعا مسافه 42 كيلومتر في ساعتين وخمس دقائق واربع ثواني ليحطم الرقم القياسي السابق للكيني ستانلي بيوت عام 2012. اما تولا ففاز بالمركز الثاني، في حين فاز لوكا كاندا من كينيا بالمركز الثالث. في سباق السيدات فازت الكينية فلومينا تيشش بالمركز الاول مسجله ساعتين و22 دقيقه و41 ثانيه، وحلت الاثيوبيتين يابرييلا ماليس وزيمزيم في المركزين الثاني والثالث. يلي قلبه ضعيف بننصحه ما يشوف هالمشاهد اللي رح نعرضها بختام حلقتنا. ولكن قبل الختام بتذكر انه فيكم تتواصلوا معنا دايما عبر صفحاتنا على فيسبوك وتويتر، ولمتابعة اخر الاخبار الرياضية عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، وما تنسوا تتابعوا المشاهد.